موضوعنا اليوم على المخدرات وعلى شبابنا المدمن على المواد هذه، كيفاش نعالجوا الظاهره هذه اليوم؟ يا ودي ما فماش معالجه، اللي تكيف المخدرات يشبه حبس. شنو تكيف مخدرات؟ نورمال. شنو تكيف مخدرات؟ يا قيس سعيد سايب المخدرات، تو هذا كلام ما يتقالش يا ولدي، هذا شباب هكا. انا ولدي فرد عمره ملا يقول يا بابا اعطيني الطرف ب50، قري ولدك ربي ولدك، ولا يحكي على البركاج. انا بركاج يا اخي، فماش حكومه هوني في البلاد؟ شنو هو بركاج؟ ماكايفر انت زومبله؟ شنو هو بركاج ومبركي ويا رئيس دوله اعطينا سايب لنا الزتله والبحر كان يجمد نحرق؟ تو هذا كلام ما نقبلوش، انا ما نحكيش معاه جمله. اقرا على روحك واجري يا ولدي، اجري اجري وجري، اجري وجري واقرا على روحك. الخدم موجوده، تنجم تعمل برويتها نتاع هندي غادي، تنجم تعمل ترفع ضم تصور خير ربي. تو هذا كلام، انا عامل لي شعره بالاصفر ويحكي على الزتله والزتله نقعد ما تجيش، ما عندك ما تعملي لها. باش طيب يلزمك شنيا؟ يلزم سبيطارات؟ باش تنجموا تعملوا سبيطارات انتم الادمان؟ ما نعملوش، فهمتني؟ كثروا في الحبوسات ما نعرف شنيا، فهمتني؟ كثرت كل الشباب الصغار كلها تتعاطى ولات صح، معناها ما ثم حتى حل، فهمتني؟ المخدرات هذه الحل عندهم هما مش عندنا نحن، فهمت كيفاش؟ تو انت كل يوم كل يوم كل يوم فهمتني تلقى الماده المخدره وعندك الفلوس مثال باش تشريها كل يوم، راه نهار اللي قطعوها تو هم يقطعوش، هم يقطعوها من بلاصه يجيبوها من بلاصه. باش نعالجوا ظاهره الادمان اليوم برشا؟ ما عادش تنجم تعالجها، ما عادش ما عادش سي سي والله سي دخلت بعضها سي، فهمت كيفاش؟ خاطر كثره الانواع نتاع المخدرات ما عادش نوع بركه. اثنين فهمت كيفاش؟ ما ثماش بلاصه فهمتني فين يعالجوا فيها الادمان. ثلاثه فهمتني يعمل حاجه يبعثوا الحبس. كل واحد مسؤول على روحه. شنو معناتها كيفاش؟ كيفاش نبداو ننظفوا؟ كل واحد مسؤول على روحه. كيفاش مسؤول؟ ينظف روحه. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ انا واحد من الناس ملي انا صغير. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ شنو ملي انت صغير؟ من صغير نتبع في الشيخه، ما قلت تحكي انت دمان مو شيخه، باش تهرب من الواقع هكاك ولا باش تهرب من الواقع؟ انا ملي انا صغير وانا هارب من الواقع، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ بقى شنو هو اخويا؟ كل واحد ينظم روحه هكا كيفيق تو ينظف روحه. وعلاش انت هارب من الواقع؟ شنو السبب؟ علاش هارب من الواقع؟ خاطر الواقع مش وجع عاجبني. نعطيك انا برانسيب ثلاثة حاجات، ايجاليتي فراترنيتي ليبرتي، هذوما ليبوك اللي عشت فيهم انا ماهمش موجودين هكا. قعدنا نلوجوا على ايجاليتي فراترنيتي ليبرتي. هي بالاشياء هذه بالنسبة لك أنت يلزك أنك تلتجئ لعالم المخدرات، عالم الشيخة كما عبرت عليه أنت؟ ما حاجة مربوطة بحاجة، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ حاجة مربوطة بحاجة أخوي، فهمني ولا؟ وأنا إنسان راني ترافايور، راه تعرفش معناتها ترافايور؟ أنا عامل فورماسيون وبعد الفورماسيون تخرجت نخدم وبنيت برشا حاجات في تونس، فهمني؟ برشا شوانت موجوده، برشا شوانت موجوده في تونس، انا معناها ساهمت فيها. البلاد ماشي هكاك فاسده وخايمه، مانيش عارف انا، فهمت؟ تكون مضمون، انا عامل شيخه في راسي ما ندورش بيها انا. العباد وخذتها فكره خايبه على الزطله، يقول لك هذا متكيف زطله يمشي يبراكي ويعمل، وهي بالعكس راه يتكلم جوا باهي، معناها مانيش عارف. ساعة أول حاجة نرجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم شي يقول؟ علموهم لسبعة واضربوهم لعشرة. أنا ساعة ما نلومش على الشباب، واضح؟ هنا نبداو. أنت تربيه على شيء وصل له 20 سنة ما عادش مش تربيه. أوكي؟ هنا تفهمنا. هنا نرجعوا النقطة وأرجع للسر، أرجع للوالدين.
ربي تلقى. بون شباب لقى روحو شنية الحاجة اللي مش شنية الحاجة اللي مش تخرجوا من الاستريس، شنية مش تقلق، يلقى روحو هو مع توا خاطر العصر تبدل، ما نحكي لك على عصري أنا وعصره هو وعصره هذا مش كيف كيف، هذه بريميرمون واضح. يلقى أبوه وأمه ظروف على قدها، يلقى روحه هو مثلا بطال متقلق نفسانيا، يمشي المكتب يلقى روحه عريان، يمشي يهبط للمدينة يلقى روحه مكتوبه فارغ، يمشي من يحب يمشي يعمل بحر يلقى روحه مكتوبه فارغ، يحب يماري نداد ويماري درشنية يلقى روحه ظروف دارهم وعائلته وبطال ما لقاش خدمة درشنية. شباب توا يوصل عمره 30 سنة وبطال، يحب يعمل مرأة، يحب يعمل دار، سبحان الله 30 سنة ما عادش يزمو يعمل دار ويعمل امرأة، هو في 30 سنة و 35 سنة يلوج على خدمة، يلوج على عمل، واضح لنا باني دارهم عندهم دار بيت يسكنوا فيها 60، هو يحب ياخو استقرار. يا اخوي انا ايش نعمل له انا شباب هذا؟ اول حاجة تمشي للحوم، اول حاجة تعملها في الحوم تعمل نادي حضارة، تحضروا هاي سيدي عندنا نادي وعندنا دنيا، تقولوا نوجه اللي يمشي يصور، اللي يحب يلعب التنس، واللي يحب يعمل كاريكاتير، واللي يحب يعمل حاجه، واللي يحب يتوعد، واللي يلعب كوره، واللي يعمل حكايه. هو ما عندوش، يخرج من الدار يحل يلقى روحه في الكياس، يلقى روحه في كنال، يلقى روحه في زنقه، يلقى روحه في خربه. يحكي مع رئيس دوله يقول له يا قيس سعيد سايب الزتله، نورمال في راسه كان جيت انا في بلاصه قيس سعيد توا نجيه بالحصان. يعتبروهم ضحيه. شنو هي الضحيه صاحبي؟ اليوم المخدرات، اليوم المخدرات قاعده تاثر في شبابنا، قاعده تلزم انهم باش يقوموا بعمليات اجراميه. يشري في طرف زتله ب 10 ب 15000 ويقول لك ما عنديش فلوس ويحكي على المخدرات. يا اخي المخدرات نتاع بدنه هو هذاك، بدن ملا بدن مقولب هو ملا زنبله، يحكي على المخدرات ويعطيني مخدرات، ويا قيس سعيد سايب الزتله تو هذاك. لا ما تجيش ما تجيش، هو توا تعديوه في التلفزيون انتوما مالا زنبله وبابا قداش رجولي توا، هذه هكا ريق نتاع رجال. احكي يا خويا برا، خويا تحب تخدم موجود الخدم، يعمل سيجار ويلقى روحه كانه ملك داسني تاع الهند. شو يعمل انا؟ والله يا شيختني انا الزتله يا اغني الكيف، خاطر التفكير نتاعو ضاع. شنو كيفاش ضاع التفكير؟ نرجعوا للوالدين. بون هنا باش نسيطروا نقضيوا على الظاهرة هذه، ظاهرة المخدرات، وشبابنا اليوم ما عادش يتعاطى المواد هذه، شنو لازم؟ يا سيدي انا نعطيك حكاية، لا يلزم الساعة أول حاجة رئيس قوي، رئيس عالمي اللي يحكي به العالم، رئيس قوي، يلزم قانون، قانون نعمل قانون ونعمل دنيا بلاد ضعيفه بالرسمي نحكي معاك انا كلها، انت راج واحد من المعتمدين وانت ماشي حتى للرئاسه في جنيه الحكايه، رئيس نعمل قانون اول حاجه باهي، صادر قانون دبوس ونعطيه الشباب هذاك اللي يحب واحد، نعطيه حقه، نعطيه حقه، نعطيه دنيته، نعطيه عالمه، نكونوا نحضروا، خاطر احنا عمرنا مشيت او جاي عصر ودرشنيه يلقى روحه فهمتني باش يجي يتوجد الاجرام والدرشنيه ومدرشنيه والسرقه ودرشنيه والزتله والشراب والخمر وحكايه فارغه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وربي مش يخربون بيوتهم بايديهم، يخرب محله، يخرب داره، يخرب بلاده، يخرب عالمه بايديه. شوف الدول متقدمه كيفاش، نخرجوا لها البلاد هذه نقويوها، باش مش نقويوها تشوف الحال، قويوها نقويوها، نرجعوها بلاد بالحضارة وبالتربية بالخلاق بالدنيا بالقيمة، المرأة مرأة، الرجل رجل، شباب شباب، دنيا بلاد وحومته، دنيا شيخها البلاد، بين شيخها باش وشباب أكثر فيه، قال العيود والبطالة والأم والمسار والريق والمرأة، الراجل شباب ما عادش تفهموا شباب، المرأة نقصت أنوثتها مشيت شباب متلوح، وين المرأة؟ كانت المرأة قبل يضربوا عليها بالسيف قبائل باش يروحوا، وين المرأة ترى فيها تو؟ هاك ترى فيها كاسيات عاريات. تونس فيها الخدم، واللي يحب يخدم يخدم، راه برويتها نتاع عندي تو يخدم، تبيع العظام تخدم. اليوم
شكون اللي قاعد يدخل في المخدرات في الليبيا؟ يا ودي رجال كبار يا ودي ما توصلهمش لا انت لا مية منك انت. مخدرات نتاع ناس كبار نتاع ناس قرارهم. يا اخي انت تو تجي في المخدرات، المخدرات تجي فيها ناس قرارهم. يا ودي ناس هاي المزمر فيهم عنده 150 مليار. نحكي انا باش نمشي لغاديك انا غتر ب 5000 فرنك باش يشدني بوليس جاباني حبس. مخدرات نتاع ناسها. نتاع ناس عندها الفلوس. اما انا ما عنديش الفلوس ونتكلم عن المخدرات ما تجيش. وتونس راهي بلاد خير وبلاد برشا حكايات. هي كي كيفاش تعالجوا هي؟ اقطعوا الزتله، اما مستحيل كان باش تقطع على الزتله الاكوانين لا الارطار لا سوبيتكس حتى شيء ما باش تنح. خاصه البانتا برا شوف انت مكاتب في الليل والمواضيع تلقى الكل يبانتوا غاديك ولا في العروسيات اي حنه غاديك تلقى جموعه مصففه منين هي سامي في حتى ضامن برشا يبيعوا في الزات تعرف روحك ديجا صعب علينا هي شناهي اليوم شبابنا من نجمش ينحي الشيء هذا سيني سيني مشت فيها الصنع مشت في دم سيني مشي باش ينحي دمه معناه بدل يصفي دمه اللهم فما حل واحد الاولاد الكل يعرفوه شبابنا اليوم مدمن على المخدرات اليوم مدمن ادمان ما عمره ما دمنه حتى هو ادمان في خلاف والله برشا اقسم بالله يا ربي خاصة في الحومة الفوق هات هذه مش حومة واحدة هذه الحومة الكل شوف الحومة الكل حتى في السونتر فيلا انت تلقى عادي تلقى واحد يتساوك بكعبة في جيبه حاجة كي منها ومنها ما تعرش عليه والله عاد حتى منذري صغار بدا عمره 10 سنين بدا يلقى يلف سيجاره الفوق ولا تحت حياته ولا فما حتى صغار يعني عمرهم 10 سنوات يتعطوه في الزتلة وغيرهم من الانواع هذه فما في بلاصة الكل في بلاصة الكل فما الخايب والبيع اما فما شوية كيما قال لك شوارع تعال هذيك هي مع يعني اليوم تعلم الزاتله والعالم كل شيء كل شيء بنوع اللي تتخيلوا في راسك تلقى موجود غير الغبره ما نخلطوش عليها احنا زويه ولا مزال